السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم هقدم لكم كفتة الحاتي، وان شاء الله يكون طعمها زي كفتة الحاتي بالظبط وبدون اي يعني تكلفة او الاضافات الكتير اللي الناس بتقولها. يعني هنفرم بصلة فرم جيد جدا، يعني تصير معانا زي المية كده، ونحط معاها او نخلط معاها فلفل اسود مع اللحمة طبعا وملح فقط، ما تحطش اي نوع من البهارات، هو فلفل اسود وملح بس خلاص. طيب، وتنقعي نص رغيف فينو صغير في لبن، وتعجني كل ده مع اللحمة تمام، وتسيبيهم شوية يبدأوا يتشربوا من بعض ويعني ياخدوا من طعم بعض كده، وبعد كده هتبدأي تصبعيها في السيخ وعلى الفحم. طيب، لو انتي اصلا ما عندكيش سيخ او مش هتساوي على الفحم، هتساوي في صينية، هتصبعي الكفتة عادي خالص وتحطيها في الصينية وتولعي فحماية، وتكوني مجهزة حتة سمنة في الصينية، وتنزلي بالفحماية على السمنة وتغطيها عشان الريحة بتاعة الشوي تتشرب، يعني الكفتة تتشرب من ريحة الفحمة وتدي ريحة الشوي خلاص. وتدخليها الفرن على الشواية، ولما الوش السطحي او المقابل للشواية يعني لونه يستوي، اقلبي على الوش التاني عشان برضو ياخد نفس السوا. وبالهنا والشفا ان شاء الله هتعجبكم.